حفله في تونس. طلبت من الجامعه باش نتقابلوا وتقابلنا وحكينا وتديت ان بروميير كونتاكت معناها باش نشوفوا بعضنا ونسمعوا بعضنا ولا اكثر ولا اقل. حنا بعض قدامه توا دي زوبجيكتيف اللي هما تريز امبورتون معناها مهمين برشا يلزموا يرجع يبدا السيزون تاعو الجديدة ويفرض نفسه في الفريق الأول متاع مانشستر يونايتد. وكهو ما فهمناش مفاوضات. أنا كي نسمع كلمة مفاوضات نتصور الأمم المتحدة. ما عندناش مفاوضات احنا يا أخي. قلت لي تقابلتوا مع الجامعة، شنو حكيتوا في اللقاء هذا سي لطفي؟ لا ما نجمش نقول لك شنو حكينا في اللقاء. قلت لك سيتيم فيز دو كونتاكت تعرفنا على بعضنا. حاجة أخرى ما نجمش نقولها لك. إيه نتصور الموضوع كان تحبوا يحبوكم أنت اللاعب يكون في المنتخب التونسي، نتصور هذا الموضوع ولا؟ إيه هكا أنت تتصور. إي وأنت وشنو الحقيقة في هذا؟ الحقيقة هو قلت لك أنا قلت لك هي فيز دو كونتاكت. حكينا مع بعضنا الموضوع كان حول بيان سور أنه حنا بعد يلتحق بالفريق القومي التونسي. الناس كل تعرف اللي حنا بقى عمره 17 سنة برك وما زال يعني ما فرضش نفسه في الفريق الأول متاع مانشستر يونايتد. يعني الحديث على التحاقه بالفريق القومي هو سابق لي أوانه. فهمت؟ لازم يكون الإنسان عاقل. نفرح ونحن كتوانسه سي لطفي كنلقاو ملاعبيتنا يلعبوا في جمعيات كبار كما هكا الناس الكل تبدا تتلهي بيه وتحب تحكي عليه وتحب يكون في منتخب. معناها هذا هو معناها هذا علاش. اسمعني هي داكوردو لو كوتي ايموسيونيل هذايا هو. لكن نكونوا عقلانيين شويه ويوم في براغماتيك. وليد عمره 17 سنه باش ترميه انت يلعب مثلا في زيليميناتوار في افريقيا. انا نحب ولدي يروح لاباس زي صغير. خلينا انا عرفنا بعضنا وتو كي يجي الوقت تشوف الشيء تم كل حاجه كل شيء في اوانه. زي بكري شويه خليه هو ساعه ياخذ بلاصته في الفريق الاول نتاع مانشستر يونايتد يكبر شويه ويكمل بدنه يسوفهم ومن بعد يعمل الله دليل. ما يلزمناش نسقوا تكوردو ولا نفرحوا لكن يكونوا هكا شويه براغماتيك وعقلانيين. فهمت؟ ما نخافوا يخطفوا لنا فرنسا سي لطفي. يعني هو شكون باش يخطفوا فرنسا؟ يا سي لطفي قلت لك هو لاعب في مانشستر ظهر ماكش مقدر الحكايه مع حتى لاعب تونسي ما لعب في مانشستر ظهر. لا لا سامحني اجبت كلمتك هذه انا مقدرها الحكايه وفاهمها مليح. اي اللي الناس ماهوش مقدرته انه العباد نرزوا شويه ولا الكلمه بالتونسي نرزوا شويه. فرنسا باش تخطو لكن هو يحب يلعب مع تونس كي تجي الدنيا كلها ما تنجمش تخطفوا. فهمت كيفاش توا؟ ماهيش كيف نركحوه ونخطفوه خلينا هكا بالهداوه قال المصراوي. اي وهو شنو يحب؟ نعم وهو شنو يحب؟ قلت لك يعني يحب يلعب مع تونس. هو شنو يحب؟ هو يحب النادي الافريقي وعد الله وكهو النادي الافريقي. وكنت نسمع كنت نسمع فيكم. اي وعد ربي يحب النادي الافريقي وكهو. ايوه انا ما نجمش نقول لك هو شنو يحب. هو يعرف روحه وش باش يعمل وش باش ما يعملش. والوقت ماهوش موالم توا باش نقولوا وين باش يمشي. فهمتني؟ يحب معناتها نفهم يحب ياخذ وقت يزيد يخمم اكثر. انت تقول هكا رجل. اي نسال فيك. اي نسال فيك انا مش انا نقول هكا. لا شوف انا قلت لك شوف قلت لك ثم دي زوبجيكتيف اتاندر. فهمت؟ الى تاسي زوبجيكتيف ومن بعد نتحدثوا في الموضوع. هكا عنده فكره هو ثم ان كونتاكت هكا يعرف شنو فما وشنو فماش. ومن بعد تو ياخذ قراره في الوقت الملائم. الاوبجيكتيف الاول شنو هو؟ يلعب في الايكيب الاولى نتاع مانشستر هكا؟ بالضبط اي. وشنو هي وضعيته توا غادي؟ الحمد لله لاباس تو با بيان إلا بيان انتجري لو جروب نتاع ال 23 يعني اللي هو الامال ديسبوار
بلاصته واضحه، الناس كل تحبه، مواظب على خدمته، كل شيء في بوقته واموره مريقله، معناها مريقله بالكدا. انا اين قايو ساده في معناها تو تشيت خل قروحه خل قروحه دون لو بان، فهمت؟ نجم نشوفوا البريباراسيون الجايه في ليكيب الاولى ولا مازال شويه؟ نعم، البريباراسيون الجايه نتاع مانشستر السيزون الجايه نجم نشوفوا في ليكيب الاولى ولا مازال شويه؟ تم احكي كثير، احكيوا معاه، بداوا يحكيوا معاه، احكيوا معاه من ديسمبر اللي تعدى. اها واضح. سول شاير حكاية معاه ولا مازال؟ وقت قلت لك احكيوا معاه فيهم سول شاير. باهي، نحمد الله على رغبتكم انتوما كعائلته سي لطفي. وين تشوفوا ولدكم؟ والله شوف، ابشر لخص لك في كلمتين، انا تونسي وربيت ولادي انهم يكونوا توانسه. واضح، احسن كلمه ظهر لي هذه. ونعم؟ احسن كلمه ظهر لي هذه. فوالا، ونتمنى بالطبيعه سام في انورم بليزير انه يلعب مع ليكيب تاعي. هذا احساسي انا. لكن انا راني ما لزوش باش يلعب مع تونس، فهمت؟ على خاطر هذا قرار يلزمو يخرج من عنده هو، فهمت؟ انا ربيت بعدين قالو، فهمت؟ مهمتي هو اذا يحس روحو باش يلعب مع تونس يلعب مع تونس، فهمتني؟ سي لطفي تقطع الخط برامو مع السيد لطفي المجبري، ظهر لي حسب ما فهمت في كياس هو في ثنيه، نحاول نعاودوا نتصلوا به شويه اخر، عندنا خمس دقائق في الحصه نتاعنا، نعاودوا نتصلوا بسي لطفي المجبري، اكيد قال معلومات مهمه. انا اهم كلمه شديتها انه قال انا تونسي وامه تونسيه وربيت ولدي على حب تونس، دونك نتصور ان شاء الله باش يكون ملاعب مع المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله في الايام القادمه. سي لطفي موجود معنا بالتليفون من جديد، سي لطفي سامحنا قص الخط. الو، تسمع فينا سي لطفي؟ نسمع فيك بالقداوي. اي سامحنا تقص الخط، تكمل لي ما يسالش. قلت لك انا ربيته تونسي ومهمتي انتهت في تربيته. واضح. من بعد هو اذا كان يحس روحه باش يلعب لتونس حتى حد ما ينجم يمنعه. واذا كان يحب يلعب في مع فرنسا مثلا، هذيك اختياره، يكون اختياره هو، لكن انا باش ناخذ اختيار في بلاصته هو. غدوه اذا كان اموره ما تمشيش مع تونس باش يرجع لي انا، فهمت؟ دونك خليه هو يتحمل مسؤولياته، وقدره ربي قدره السميع العليم، عندي ثقه فيه في اختياراته كل، ان شاء الله ربي يوجهه انه يختار تونس. وكيل اعماله، وكيل اعماله نعرف عنده موقف في الموضوع، شنو رايه؟ نعم، وكيل اعماله عنده موقف في الموضوع، عنده كلمته؟ لا، الاختيار ما عنده حتى كلمه، الاختيار فقط لي هو معناه. اي واضح، يعطيك الصحة سي لطفي، ان شاء الله نشوفوا في ليكيب الاولى، واكيد واكيد فخر لتونس ان يكون عندنا لاعب تونسي موجود في فريق مانشستر يونايتد، اكيد بارك الله فيكم يا سيدي وربي يفضلك. دونك هكا نوصلوا لنهاية فير بلاي اليوم، اكيد كنتم معنا من مطلع نتاع الشيخ، شكرا احمد بالخوجة في الاخراج، شكرا ناصر السيكري ايضا في الاخراج الرقمي، امن لكم اللايف ستريمينج اللي موجود على الباج نتاعنا، اكيد ملتقانا غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت من 3 ل 5 على الاكسبريس.